السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقاتي متتبعي موقع وقناة الجزائر تاع، معكم أخوكم محسن دائما في فيديو جديد من سلسلة الشروحات التي دعوتم عليها دائما في قناتنا. في نهار اليوم أردت أن أقدم لكم طريقة طلب بطاقة الذهبية أو بطاقة تاريخ الجزائر الذهبية التي تم إطلاقها رسميا يوم أمس أطلقتها وزيرة البريد والاتصال الدفرة. لم أكن أريد تقديم هذا الفيديو لكوني طلب البطاقة سهل جدا، ولكن أثناء تجولي ببعض مجموعات الفيسبوك لاحظت أن هناك بعض الانتهازيين يقومون بطلب البطاقة مقابل مبلغ مادي، يعني يقول لك ابعث لي مبلغ كذا وأطلب لك البطاقة. البطاقة طلبها سهل جدا، كل ما عليك هو التوجه إلى الرابط الموجود أسفل الفيديو الذي سوف يقودك إلى هذه الاستمارة. كما تلاحظون البطاقة الذهبية، أطلب بطاقتك، يمكنك تغيير اللغة هنا للغة الفرنسية، ولكن عادي، كل شيء عادي، بالعربية كل شيء مفهوم. توجد دفع خانات وثلاث مراحل رئيسية كما تلاحظ، مرحلة أولى، مرحلة ثانية، ومرحلة ثالثة، يعني مرحلة ملء الاستمارة، مرحلة تأكيد الطلب، والمرحلة النهائية يعني طلبك جاهز. كل ما عليك فعله هو أن تقوم بملء الريف أو الريلاف ديدونتيتي بوستال. الريلاف ديدونتيتي بوستال، هذا الرقم يوجد كما تلاحظون في الصورة كما يظهر الآن في الصكوك البريدية الجديدة أو ذات اللون الأصفر. ريف تقوم بنقله، يبدأ بالرقم 007 أرقام، ثم الرقم الحسابي البريدي الجاري، ثم المفتاح الجديد، يعني ليس المفتاح القديم. تقوم بملء اسمك بشكل عادي، اللقب مثلا، نختار أي اسم تريده، وتقوم ب اختيار بطاقة الهوية، بطاقة التعريف، رخصة السياقة أو جواز السفر، تضع رقم البطاقة، هنا تاريخ استصدار البطاقة أو تاريخ الإصدار، البلدية أو الدائرة التي قامت بإصدارها، تاريخ الإصدار وتاريخ النهاية بالنسبة لبطاقة التعريف ورخصة السياقة هي 10 سنوات، جواز السفر كذلك، المنطقة تختار ولايتك. تختار الولاية التي تقطن فيها، يعني موجودة على الصك البريدي، ذلك تختار الدائرة، بعد ذلك تختار البلدية. هنا تضع الرمز البريدي الخاص ببلديتك. الرمز البريدي سواء كنت لا تعرفه تجده في مركز البريد فوق عند اللوحة الإعلانية لمركز البريد، أو يمكنك البحث عليه في جوجل عن طريق كتابة بوستال كود. هكذا تختار، تضع عنوانك هنا، بريدك الإلكتروني، رقم هاتف 06، يعني رقم موبيليس. تقوم بكتابته بشكل عادي لتصلك رسالة تأكيد الطلب أو تفعيل الطلب عفوا، وبعد ذلك عندما تجهز البطاقة سوف يبعثون لك رسالة يخبرونك بأن بطاقتك جاهزة، اذهب لمكتب البريد لأخذها. بعد ذلك تجيب هنا على السؤال السري، توجد أسئلة، كيف كان الظروف يطلبونك في الصغر، في أي مدينة تزوج والديك، اختار مثلا هنا البلدية التي أقطن فيها، وهنا تكتب الكابتشا كود هذا الذي تلاحظه، تقوم بكتابته بشكل عادي، تضغط هنا في الأسفل على أوافق على الشروط، وتضغط على تصديق. عندما تضغط على تصديق سوف تظهر لك رسالة كما تشاهدونها الآن في الشاشة، تقول لك أكد طلبك، يعني يرسلون لك كود، هذا الكود أيضا سوف كما تلاحظون يظهر من هاتفي، هذا الكود الذي أرسل لي أنا شخصيا، تقوم بوضعه في الخانة. عندما تقوم بوضعه في الخانة ثم
تضغط على تأكيد الطلب يبقى لمدة ثواني فقط، وتظهر المرحلة الثالثة وهي المرحلة الأخيرة. تظهر لك رسالة تقول لك شكرا لك، قمت بتسجيل رقم طلبك هو كذا وكذا كما تلاحظون الآن يظهر في الشاشة. هذه الصورة من هاتفي لأنني طلبت البطاقة من هاتفي، كما تلاحظون يوجد اسمي ولقبي وكذا رقم الطلبية، ويوجد في الأسفل أتبع الوصل. الوصل هذا الوصل حسب الموقع، حسب ما يشير إليه الموقع، أنت أتبع مباشرة حسب ما يقول الموقع أنه سيصلك في الإيميل، لكن أنا لم يصل. الوصل بهذا الشكل كما تلاحظون، بهذا الشكل الذي يظهر أمامكم الآن، فيه الاسم واللقب رقم الطلب رقم الهاتف والإيميل ومعلومات كاملة. هذا الطلب، هذا الوصل عفوا، يوم تصلك رسالة في هاتفك تقول بأن بطاقتك جاهزة، سوف تمضي عليه وتأخذه إلى مركز البريد. مركز البريد يسلمك بطاقتك الذهبية، يسلمك بطاقتك، سوف يقومون بختم الوصل، ختم الوصل بأنك استلمت بطاقتك. هذه هي طلب البطاقة. هناك من يخلط بين البطاقة، هذه بطاقة الدفع أو لاكارتسي، وبين بطاقة فيزا ومستر. سبق وأن وضحنا الموضوع في تدوينة على موقع www.jazeera.com، أنصحكم بزيارته فيه مزيد من الأخبار والمعلومات. قلت سبق لنا وأن شرحنا أو قدمنا معلومات عن البطاقة الذهبية، قلنا بأن هذه البطاقة ليست مثل ماستر كارد، ولكن تعتبر ماستر كارد محلية، يعني يمكنك الشراء بها من المحلات في الجزائر من المواقع الجزائرية فقط، لا يمكنك ربطها بالباي بال أو تفعيل الباي بال والشراء من مواقع عالمية في الأمازون وإيباي وغيرها. يعني هذه البطاقة هي محلية، وهذه البطاقة موجودة في أغلبية البلدان، أغلبية بلدان العالم. يعني هناك دول متخلفة نوعا ما ولكن لديها هذه البطاقة منذ 30 سنة، يعني ليست بالشيء الكبير وليست بهذا الشيء الذي يصورها، لكن ستفيد بالنسبة لنا، سوف تفيد لأنها سوف تساعدك في الدفع من في محطات البنزين، محطات نفط، سوف تساعدك في الدفع في محلات مثل أونو وأرديس وغيرها من المحلات المشهورة في الجزائر. هناك عدة محلات ولكن أغلبية هذه المحلات متواجدة فقط في الجزائر العاصمة. يعني هذه البطاقة بطاقة آنية للدفع الإلكتروني، بدل أن تأخذ الأموال في جيبك سوف تأخذ هذه البطاقة فقط، تطلب سلعتك، تدخل البطاقة، تدخل الكود، وسوف يقتطع صاحب المحل الثمن. هذا بالنسبة لأهمية البطاقة، يعني هي بطاقة دفع. عندما تذهب لتسديد فاتورة الكهرباء سوف تظهر فقط بطاقة، تدخلها في آلة الدفع، تدخل الكود السري الخاص بك، وسوف تقوم سونالغاز باقتطاع ثمن الفاتورة. يعني هذه البطاقة ليست بطاقة ماستر كارد أو فيزا مثل ما يقول البعض، هي يمكن القول أنها فيزا محلية، يعني في حدود الجزائر فقط. يعني أتمنى أن يكون الشرح مفهوم. يمكنك الشراء، نعطيكم مثال، يعني بريد الجزائر عندما أطلق البطاقة الذهبية أطلق أيضا موقع يقول على البيع في الإنترنت. الموقع لازال لا توجد به سلع كثيرة، فتدخل إلى هذا الموقع وهو ebutik.post.dz، تجدون أيضا أسفل الفيديو، اختار بوتيك، تدخل إليه وسوف تجد مجموعة من السلع. الإنترنت ضعيفة جدا بالنسبة لي، تجد بعض السلع. هناك أرتيزانة فقط هي متوفرة الآن، كان هناك أرتيزانة والهاي تك كما تلاحظون، وهي منتجات جزائرية فقط، منتجات جزائرية، يعني حسب ما أظن أن هناك الهاي تك سوف تكون فقط أجهزة كوندور التي تعرفونها. أرتيزانة يمكنك شراء أي شيء، مثلا هنا مجموعة من الأواني الفخارية، مثلا هذا سعره 1180 دينار جزائري، وتوجد الكثير من المنتجات
تأسف الإنترنت ضعيفة اليوم نهاية الأسبوع، طبعا تعرفون أن الإنترنت في نهاية الأسبوع ضعيفة في كل الولايات الجزائرية. هذا هو مثال عن موقع الشراء، اختار منتجك تطلبه وتسدد ثمنه عن طريق بطاقتك فقط. أتمنى أن يكون هذا الشرح أو هذا التوضيح قد أفاد الجميع. طريقة طلب البطاقة مجانية يا أصدقائي الكرام، بطاقة مجانية يعني أي شخص يقول لك ادفع لي مقابل أن أطلب لك البطاقة فهو شخص طماع، يعني أنت لن تدفع أي شيء. بقية التعاملات، بقية التعاملات يعني ثمن البطاقة هو 350 دينار جزائري يعني 35000، عندما تأتيك سوف يقتطعون 35000 من حسابك البريدي الجاري. التعاملات مثل جميع التعاملات عادية، سعر 10 دينار لكل تعامل. هذا بالنسبة لريفيت كونت أو تفقد الحساب، سعره 30 دينار على ما أظن فقط، يعني بنفسها نفس بطاقة سي بي الصفراء نفس الشيء. هذه بطاقة دفع. أتمنى أن يكون الشرح مفهوم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى مشاركته مع أصدقائك ليفهموا هذا التوضيح، اشترك في قناتنا على اليوتيوب وشارك الفيديو. إذا أعجبك طبعا لا تنسى الضغط على زر إعجاب. كان معكم أخوكم محسن، أتمنى أن نلتقي مرة أخرى إن شاء الله، وسلام.